حياكم الله مشاهدي ومتابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، وأهلا وسهلا بكم. والتغطية الخاصة بمناسبة عيد الشرطة العراقية تمر على قلوب العراقيين اليوم، الذكرى 99 لمناسبة تأسيس شرطتنا العراقية. كل عام وهم ألف خير، نتمنى لهم النجاح والموافقية في عملهم. نهنئ أيضا أبطال وزارة الداخلية ومبارك لهم أيضا الترقيات اللي حصلوا عليها اليوم، وأيضا الرحمة والغفران لشهداء قواتنا الأمنية. شكرا لدحركم للأرهاب، شكرا يعني تحرير الأراضي ومساندة قواتنا الأمنية وأيضا جيشنا الباسل ودحركم للإرهاب. أيضا نتمنى الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية، نتمنى لكم الموافقية بعملكم، ويزيد الدعم اللوجستي أيضا والدعم المعنوي من قبل الجهات المختصة. نتمنى لكم النجاح في عملكم، ودمتم الخيمة للعراق والعراقيين، ودمتم مواظبين على المحافظة للأمن الداخلي للعراق. خلونا نروح نشوف هذا التقرير، من بعدها نرجع نكمل تغطيتنا الخاصة اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. شكرا لهاي الأنشودة اللي وصلتنا حصريا من قيادة الشرطة الاتحادية. خلونا نروح نشوف التقرير ومن بعدها نرجع نكمل وياكم. كثيرة هي المناسبات والأعياد، مختلف وقوعها وحلولها والاحتفاء بها، لكن صبيحة 9 من كانون الثاني من كل عام يطل علينا عيد أغر يغمرنا ويملأنا سعادة وزهوا، مجددا ولاءنا، مبرزا هويتنا ومعززا وطنيتنا بكل فخر واعتلاء. ذلك عيد شرطتنا العراقية البطلة في ذكرى تأسيسها، فهي تحمل في طيات تاريخها زهوا بالنصر والعز، وتزداد نضارة وشبابا في كل عام. في الذكرى السنوية 99 لتأسيس الشرطة العراقية، نتقدم بأحر التهاني لجميع رجال الشرطة بمختلف مراتبهم وتخصصاتهم ومسؤولياتهم، وحيثما كانوا على أرض الوطن جنبا إلى جنب مع جميع القوات المسلحة والمواطنين، حامين للأمن وساعين من أجل الاستقرار، ومدافعين عن شعبهم ضد المجرمين وقوى الإرهاب والعنف. لقد يرافق أجهزة الشرطة أمن المدن واستقرارها بعد أن كانت أغلب مدن العراق ملاذا للأشباح، وهذا ما حمل العاملين في سلك الشرطة مسؤوليات مضاعفة يستحقون من أجلها التقدير والاعتزاز لما بذلوه من تضحيات غالية على طريق تحقيق الحرية والأمن والسلام. وقادر على حفظ الأمن الداخلي وملتزم التزاما كاملا بمبادئ الدستور والقوانين، ومراعا لحقوق الإنسان وحفظ الحريات وكرامة المواطنين، وساهرا من أجل منع أي تجاوز عليها. الرحمة لشهداء الشرطة الأبطال، والشفاء العاجل لجرحاهم، وكل عام والشرطة العراقية الشجاعة بخير وسلام. تهنئة من إدارة قناة دبليو وأيضا برنامج المعتمد إلى كافة ضباط ومنتسبي وأمراء وقادة شرطتنا العراقية. نتمنى لهم سنة سعيدة ومزيد إن شاء الله من التقدم والإبداع في مجال عملهم وحماية أبناء وطنهم. أرحب بضيفي الموجود ويانا بالاستوديو عقيد هيثم الشمري، مدير البطاقة الموحدة لمدينة الصدر. مرحبا بك سيادة العقيد. سيادة العقيد تسمعني؟ سيادة العقيد؟ نعم، أنتقل ويا ضيفي الثاني العميد أحمد كاظم، آمر قاطع مرور الكرادة. مرحبا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا سيد. بداية كل عام وانتم بخير، نحب نهنيكم بمناسبة عيدكم، نريد من عندك كلمة بهاي المناسبة السعيدة اللي تمر على قلوب كل العراقيين. نعم، أول شيء السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله وهاي فرصة طيبة على هذه التهنئة
مبادرة من يعني قناتكم. نعم نهنئ طبعا الشرطة العراقية بكافة أصنافها، الذكرى 99 لتأسيس الشرطة العراقية سنة التاسع المصادف التاسع من كانون الثاني 1922. نعم وهذه المناسبة جميع يعني نهنئ السيد الوزير الداخلية المحترم، وأيضا السادة الوكلاء والسادة مدراء العامين المحترمين وجميع أجهزة الشرطة بهذه المناسبة، وإن شاء الله دائما نحو التقدم نحو الأمام وخدمة العراق وخدمة المواطنين، الخدمة الميدانية والخدمة والخدمات الأخرى إن شاء الله. نعم، يعني سيادة العميد نريد نعرف ماذا تعني لكم الذكرى 99 لتأسيس عيد الشرطة؟ نعم، هي طبعا مناسبة عزيزة على قلوبنا، وإحنا بهذه المناسبة يعني تأسست يعني إحنا بسنة بعد 2003 تأسست الشرطة الاتحادية، وهاي يعني تغير عمل الشرطة من الخدمي وحفظ الامن والنظام الداخلي الى عمليه دحر الارهاب، يعني مساندين اخوانهم الجيش والحشد الشعبي. نعم نعم. يعني سياده العميد نريد نعرف اليوم ابرز المعوقات اللي ترافق عملكم يعني كرجال مرور اليوم. والله احنا مناسبه تهنئه، بس احنا ما دام يعني فتحت الموضوع، احنا نعم. عندنا معوقات طبعا كثيره بالشارع، بس احنا مو يعني جهه تشكى دائما، احنا دائما يعني المعوقات احنا نزيلها او احنا نحاول دائما رفع هاي المعوقات عن المواطن. المواطن يعني ما يدري، يعني المواطن الحمد لله والشكر، المواطن فقط يباوع يعني على اجهزه المرور، عباك يباوع فقط انه يقص غرامه له، وهذا طبعا الشيء خطا. هذا الشيء احنا جزء فقط واحد يعني واحد من عملنا. نعم احنا عملنا كثير، عملنا خدمي وعملنا اداري وميداني وفني، مديريه المرور العامه تختص بهواي مواضيع. نعم مواضيع نعم، تسجيل مركبات، تثبيت اللوحات، تجديد الجازات، منع جاز السوق، هذا العمل الاداري عملنا احنا كشارع يعني كمل حركه تنظيم حركه سير المرور اولا، يعني احنا تنظيم حركه سير المرور اولا ورصد المخالفات ثانيا. نعم احنا عملنا بالبدايه خدمي، يعني اخبار عن الجرائم، كل الجرائم الموجوده تصير قدامنا، حوادث المروريه، حوادث مروريه يعني بكثره، احنا كنا احنا اللبنه مثل ما يقولون اللبنه الاولى بالحادث، يعني مركز الشرطه يعتمد على مديريه على المرور في تنظيم المخططات وتحديد المقصريه. نعم اضافه الى الخدمات الاخرى بالشارع، يعني حتى احنا المصابين مصابين بالشارع احنا ننقلهم للمستشفى اذا تاخر عن الاسعاف. نعم واذا وايضا الخدمات الاخرى مساعده كبار السن، عبور الاطفال، المدارس، هاي كلها احنا خدمات نقدمها بالشارع، واحنا دائما دائما بخدمه المواطن الكريم. نعم بارك الله بكم سياده العميد، خليكم ويانا يعني ننتقل ويا ضيفي عقيد هيثم الشمري مدير البطاقه الموحده لمدينه الصدر، مرحبا بك سياده العقيد. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم، الله يحفظكم. بدايه نحب نهنيك يعني بمناسبه عيد الشرطه، كل عام وانتم بخير، نتمنى لكم يعني الموفقيه والنجاح في مجال عملكم. شكرا لكم، وكل عام وانتم الف خير، ووزاره الداخليه وقواتنا الامنيه ضباطنا ومنتسبين ومراتب بالف الف خير بمناسبه عيد الشرطه ال 99. نعم، اريد نعرف ايش تعني لكم هاي المناسبه يعني والذكرى 99 لتاسيس عيد الشرطه. نعم، هذه الذكرى تعني لنا وللشعب العراقي الكثير. نعم. اللي هي تأسيس الشرطة العراقية بكل مفاصلها، المدير الجوازات والإقامة والمرور والشرطة العامة والاتحادية والدفاع المدني والرد السريع وحفظ يعني كل تشكيلات وزارة الداخلية تعني للشعب العراقي الكثير، يعني هي الشعب العراقي، يعني تعرفون جنابكم أنتم الشرطة العراقية بكل مفاصل المواطن تتدخل من ولادته إلى حد وفاته، فتعني الكثير لنا ولكل الشعب العراقي. نعم، يعني سيادة العقيد نريد نعرف أبرز إنجازاتكم خلال عام كامل. والله إنجازات البطاقة الوطنية، صرف البطاقات الوطنية وصور قيود والحالات الزوجية وكافة نعم. المعاملات اللي تتعلق بالمواطن، صور قيود التسجيل العقاري والإقامة والغير والجوازات وصرف نعم. الجوازات وإقامة المواطنين والإبعاد المواطن الأجانب وكثير من الأعمال الجنسية العامة كثيرة تتعلق بالمواطن. نعم، فيما يخص المشاكل اللي واجهتوها يعني خلال هذا العام. والله حقيقة هي المشاكل دائما ما تكون بسيطة ونتداركها ونحلها، بس أكثر المشاكل هي اللي صارت بسبب كورونا، يعني نعم. توقف العمل بسبب كورونا وشوية صار أكو زخم بالعمل يعني. نعم حاليا رجع العمل؟
يعني رجع العمل مو يعني بصورة 100%، يعني لا بأس به جيد. نعم، يعني إيش قد عدد البطاقات اللي تم يعني إنجازها وإصدارها خلال العام السابق؟ هذا العام السابق اللي راح كان الإنجاز قليل، لأن تعرف جنابكم أنه العمل توقف من الشهر الثالث 17/3، نعم فأكيد كان الإنجاز أقل من السنوات الماضية. نعم، يعني سيادة العقيد نريد نعرف أكو معوقات ترافق عملكم؟ يعني اكيد يعني كل دائره وكل مؤسسه لها معوقات، ولكن نعم معوقات ما ترتقي بالموقف اللي يوقف عمل الدوائر او يعيق انجازاتها. نعم الانجازات مستمره، واذا كانت اكو معوقات يعني نحلها بابسط الامور. شلون يعني يوم تقدرون تتجاوزون هاي المعوقات؟ يعني هي المعوقات مو ذيك المعوقات الصعبه، نعم كلها بسيطه، ويعني من ضمن صلاحياتنا وقابلياتنا. نعم، يعني اكو تعاون ما بينكم وبين المواطن، يوم اكو بعض المواطنين يعني يشكون من الازدحامات يعني او يضعف الانترنت ما يقدر يحجز انه على الانترنت يحجز اسمه والرقم، فيعانون هواي مواطنين ويتذمرون من البطاقة الموحدة، فيقول لك اني ابقى على جنسية افضل الي. لا لا، احنا المشكله بالحجز، انه المواطن تعرفون جنابكم منظمه الصحه العالميه وقرار مال وزاره الصحه بانه حتى يقلل الزخم نعم ونقلل انتشار مرض الكورونا، جائحه كورونا، فما نقدر نفتح الحجز بصوره مطلقه حتى نقلل الزخم على مود المرض كورونا. نعم، يعني اليوم شو تحب توجه رساله للمواطن فيما يخص تحويل البطاقه الموحده؟ هل هي ضروريه اليوم يحتاجها كل مواطن؟ بدت يعني كل الدوائر الرسميه تعترف بها؟ البطاقة الوطنية أصبحت المستمسك الرسمي في البلاد، نعم ولكن المواطن اللي يحمل هوية الأحوال المدنية وما ممكن معاملته تنجز بأي دائرة، فممكن المواطن اللي ما مطلع بطاقة ممكن ينفذ معاملته بأي دائرة على ضوء هوية الأحوال المدنية وشهادة جنسية وبطاقة سكن القديمات، ماكو مشكلة بالموضوع. نعم، يعني اليوم تنصح المواطن إنه يحولها؟ أكيد هو أكيد إلى أفضل، ولكن أريد نعرف شنو الفائدة اليوم من عندها؟ البطاقة الوطنية يعني هذا بطاقة عالمية، قاعدة معلومات إلكترونية، قضينا نعم. على السجلات الورقية والكتابة اليدوية، يعني بها إنجازات كثيرة. نعم، إذا اليوم أكو مشكلة بالبطاقة مثلا يكون غلط بالاسم أو مثلا اللقب ما يذكر، شلون تتعاملون ويا هاي المشاكل؟ كل مشكلة اكو بها نظام، اكو تعليمات، واكو قانون ينحل المشاكل، اذا اكو خطأ نصحح له الخطأ. نعم نعم، اي خطأ باللقب بالاسم احنا قابلين ان تصحيحه، ممكن نبدل البطاقة مرة مرتين حسب الخطأ مالته، ممكن نبدلها باي وقت. نعم، يعني في حال فقدت البطاقة الموحدة او الوطنية شنو الاجراءات المتبعة من المواطن المفروض يتبعها؟ اللي يحضر المواطن يقدم طلب للدائرة ونصوره ناخذ البصمات والقزحية مالت العين، وناخذ عليه تعهد بانه يجلب لنا اخبار من مركز الشرطة ومن القاضي. نعم، يعني فيما يخص المزوجين وعندهم طفل جديد شنو الإجراءات المتبعة المفروض يتبعوها؟ المواطن يحضر للدائرة ويجلب معاه المستمسكات الأصلية، شهادة جنسية، نعم، وبطاقة السكن وهوية الأحوال المدنية وبيان الولادة، ويحضر الطفل مع والديه ونقوم بتصويرهم وتنفيذ المعاملة. بالنسبة للطفل يعني تأخذون معلومات أنه فقط الصورة، يعني ما تعتمدون على البصمات؟ الطفل اللي جوه ال 12، كل نعم. طفل جوه ال 12 سنة عمره ناخذ عنده فقط الصورة بدون لا بصمات ولا قزحية مال العين. نعم، يعني سيادة العقيد نريد نعرف ايش قد عدد المكاتب الموجودة في بغداد؟ والله احنا عندنا في جانب الرصافة 9 دوائر، وفي جانب الكرخ 11 دائرة. نعم، نعم. يعني برأيك هاي ال9 دوائر و12 دائرة يعني كافيات اليوم للمواطن ممكن تستوعب أكبر عدد؟ والله هي حسب سجلات الأحوال المدنية في كل دائرة. نعم. كل دائرة لها سجلات أحوال مدنية، ولكن بهذا بالسنوات الهاي الأخيرة بدأ عدد المواطنين يزداد. نعم. يزداد عدد السكان، فاعتيادي كل ما يزداد عدد السكان يجب أن تفتح دوائر أكثر حتى يقل الزخم، يستوعب المواطنين. نعم، زين هاي مكاتبكم يعني أغلبها مجهزة بكافة المستلزمات اللازمة يعني إصدار بطاقة الموحدة، لو تعانون من بعض النقوصات؟ لا لا، ان شاء الله يعني كلها متوفره، الحاسبات والطابعات والاجهزه والمولدات، كل شيء يعني جاهز ودوائرنا جاي تمشي بصوره طبيعيه. نعم، اكو تعاون ما بينكم وبين وزاره الصحه فيما يخص يعني البصمه وغيرها؟ لا، بالنسبه لوزاره الصحه فقط يزودوننا ببيانات الولاده، نعم، وشهادات الوفاه لتنفيذها في سجلاتنا. نعم، يعني اكو تعاون بيناتكم؟ نعم نعم، موجود التعاون. طيب في حاله الوفاه شنو الاجراءات المتبعه من المواطن المفروض انه يقوم بها؟ يحضر احد ذوي المتوفي ويجلب نعم. معه شهاده الوفاه وهوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية العراقية للمتوفي أو أحد إخوانه أو خواته أو والده،
نعم وبطاقة السكن، ونقوم بتنفيذ شهادة الوفاة في السجلات. نعم سيادة العقيد، اليوم نريد نعرف الرسالة اللي تحب توجهها للمواطن فيما يخص يعني تخوفهم من إصدار البطاقة الموحدة. أبدا لا يوجد أي تخوف، البطاقة الوطنية مفتوحة ولا ومستمرة، نعم وبإمكان المواطن أن يحجز على الإنترنت، ومتى ما حصل على الحجز يحضر إلى الدائرة ونقوم بصرف بطاقة وطنية له. أما بالنسبة للحالات الأخرى الواقعات الإلكترونية مثلا بيان الولادة، شهادة الوفاة، تأشير نعم الزواج، تأشير طلاق، فهذه الأمور كلها يحضر المواطن بدون حجز إلكتروني في أي يوم يشاء. نعم يعني سيادة العقيد نريد نعرف يعني اليوم المعلومات ليش ما تذكر بالبطاقة الموحدة يعني في حالة الزواج أو الطلاق أو غيرها، يعني مو مثل الجنسية تحتوي أنه يذكر اسم نعم الزوجة وغيرها. هذا نظام إلكتروني، نظام عالمي، فإحنا موجودة في ظهر البطاقة الوطنية نعم الرقم العائلي، هذا الرقم العائلي يمنح للعائلة الواحدة يعني للزوج والزوجة والأولاد، فبمجرد أنه التشابه بين أرقام العائلي نعم فيعتبر هذه عائلة واحدة، فلا يحتاج إلى أن نذكر أنه هذا متزوج أو غير متزوج. نعم خليك أنا سيادة العقيد أرجع ويا ضيفي الآخر سيادة العميد أحمد كاظم آمر قاطع مرور كرادة. نعم سيادة العميد نريد نعرف اليوم الكلمة اللي تحب توجهها يعني لوزارة الداخلية ولأبطال يعني كافة الجهات الأمنية. نعم احنا هنيناهم، نعم هنيناهم ونهنيهم بعد، نهني كافة رجال وزارة الداخلية بهذا اليوم. هذا اليوم احنا يعتبر يعني يوم رمز للوزارة الداخلية، الشرطة العراقية منذ تأسيسها ولحد الآن. نعم اليوم اكو احتفالات من المواطنين وياكم؟ نعم نعم هسه انا يعني بالاستوديو ومواطن هناني يعني بهذه المناسبة يعني باستديوكم. نعم جميع الاصدقاء الاخوان يعني باقات الورد الناس تحيينا، واحنا ان شاء الله عندنا مبادرات ان شاء الله للمواطنين هم مساعين توزيع نعم. مالت الحلوه والتهنئه ان شاء الله. يعني ايش راح يكون اليوم اجواء المساء يعني بينكم بين المواطن، يعني يكون اكو تعاون اكو احتفالات ممكن تشهدها العاصمه بغداد بالشوارع؟ نعم صحيح هسه احتفالات موجوده، احتفالات مركزيه نعم وزاره الداخليه، وايضا عندنا احتفالات احنا كل يعني كل قاطعه بقاطعه احتفالات نعم. ولو حتى بسيطه، بس احنا نحسس المواطن انه هو بهاي المناسبه. احنا يعني ابتداء احنا كل دورياتنا دوريات المرور كلها زيناها، دراجات، الكرينات، تهنئات من المواطنين، انه يعني كثير من التهاني من الاصدقاء ومن الناس تلقيناها من الصباح الباكر لحد الان. نعم، يعني ممكن العصر نشهد احتفالات في شوارع العاصمه بغداد يعني واكو احتفالات من قبل المواطنين ايضا وياكم. صحيح، هسه يعني احكي يعني ضمن قاطعنا البسيط يعني احتفال بسيط مقر القاطع، ايضا عندنا توزيع ماده الحلوى على المواطنين مساء ان شاء الله، لان تدري مساء شوي الاجواء تصير احلى. نعم. واحنا دائما يعني احنا بهاي المناسبه احنا دائما نخدم المواطن. نعم، خليك يا سياده العميد ننتقل للتهاني اللي وصلتنا من محافظه البصره الحبيبه، من بعدها نرجع نكمل وياكم. الرحمن الرحيم، في هذا اليوم تستذكر مديرية شرطة محافظة البصرة يوم تأسيسها 99، وفي هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نقدم أحر التهاني والتبريكات إلى كافة رجال الشرطة العراقية وهم يعيشون هذه الاحتفالات، وكذلك نعاهد مواطنينا الكرام على أن نكون اليد الضاربة لكل من تسول نفسه العبث بأمن العراق. العميد باسم غانم مدير قسم العلاقات العامة شرطة البصرة. نتقدم بأسمى وأزكى التهاني والتبريكات إلى شعبنا العراقي العظيم من البحر إلى الجبل، وإلى وزارة الداخلية الموقرة بكل كوادرها ضباط وموظفي ومراتب، هذا في الذكرى 99 لتأسيس الشرطة العراقية، هذا الجهاز الشرطوي الذي له عمق في الدولة العراقية وله مكتسبات في المحافظة على الممتلكات والأرواح ومكافحة الجريمة بكل صنوفها، ونتأمل من هذا الجهاز ومن مفاصل وزارة الداخلية أن ترتقي وأن تتسنم معالم المهنية والعلمية، ولعمري يعني هذه الفترة انتحت وزارة الداخلية منحى آخر وهو اعتماد حقوق الإنسان والمبادئ العلمية في ممارسة أعمالها. تحية حب وتقدير لكل رجال الداخلية، نتأمل السلامة والحفظ لشعبنا العراقي ولكل
أبناء هذه الوزارة، كل عام وأنتم بخير. المقدم تيسير عبد علي، مدير التدريب والتأهيل، مدير الدفاع مدى البصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم السعيد شاركنا ونحن نقدم التهنئة إلى بلدنا وشعبنا بمناسبة تأسيس الشرطة العراقية 99 لهذا العام. نتمنى عام الفرح والأمان إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع، وشكرا. شكرا لزميلنا المخرج اللي عدنا هاي التهاني والتبريكات من محافظة البصرة الحبيبة، والخاصة بالاستعراض اليوم الخاص بذكرى 99 لعيد الشرطة العراقية. أرجع ويا ضيفي الموجود ديانا من الاستوديو سيادة العميد، أريد نعرف اليوم السر وراء محبة المواطنين لأبناء الشرطة، أبناء الشرطة يعني بصورة عامة وقواتنا الأمنية أيضا. نعم والله السر هو ترى الشرطة تتدخل يعني حياة المواطن، يعني من يعني مثل ما نوه اخويا عقيد هيثم، يعني هي يعني هي من الولاده للوفاه، هي الشرطه تبقى وياها. يعني حتى هسه احنا الحمد لله وزاره الداخليه تاسست الشرطه المجتمعيه. نعم. حتى الشرطه المجتمعيه هي يعني للاسره. فهي يعني الشرطه ملاصقه لحياه الانسان منذ ولادته الى ان يعني وفاته، فهي كلها حياه الانسان يعني تنظيميه. هي تنظيمية، والشرطة هي اللي تنظم الحياة والقانون. فيعني احنا يعني مثل كمرور. نعم. احنا كله يعني عملنا كله ويا المواطنين، كله عملنا ويا المواطنين، مو يعني مو خارج المواطنين. والله احنا اذا ما كل مواطن احنا شنو ننظم؟ يعني تنظيم من الصباح الباكر، يعني احنا 24 ساعة نشتغل. كل يعني شفتي عشق بشفت اخر صباح ومساء وبالليل الى ساعات متأخرة من اليوم، كله في سبيل كله يعني هو المواطن. نعم نعم. يعني سيادة العميد، نريد نعرف خلال عام كامل شنو الانجازات اللي قدمتوها للمواطن، شنو الاجراءات اللي والتطور اللي صار بعملكم خلال عام كامل؟ نعم، احنا بالنسبه لنا كمديريه مرور عامه، بالنسبه لتنظيم يعني احنا مو العمل الميداني، العمل الميداني تقريبا ثابت، لان هي الشوارع نفسها والعمل تقريبا واحد، بس التطور عندنا احنا عندنا يعني كعمل الميداني دوريات كلها بالليل، مو عكس السنوات الباقية. نعم. ولو احنا ترى كورونا يعني احنا هم جزء من المجتمع، يعني نعم. هم اثرت علينا، هم يعني عندنا وفيات من جراء كورونا، اخواننا واعزائنا بصنفنا ومن جميع الصنوف يعني الاخرى. بس احنا ك يعني عامل دوائر تسجيل تقدم راقي، وايضا تم ربط يعني بقيادة مدراء العامين مالتنا، ربط كل يعني كل المشروع تنظيمي بالتسجيل، كل المشاريع ربطت بالمشروع الوطني، وهذا المشروع الوطني يعني بعد رفع الحجز الالكتروني راح يصير بمكان. نعم. المواطن باي مكان في بغداد يقدم معاملته وانجاز معاملته بسهوله بعد ماكو. نعم. بعد سياده العميد خليك يعني عذر المقاطعه، انتقل ويا ضيفي عبر الهاتف اللواء كاظم بوهان مدير الدفاع المدني. مرحبا سياده اللواء. كثيرا اهلا، يا مرحبا بحضراتكم. اهلا وسهلا بك، كل عام وانت بخير، نتمنى لك الموفقيه والنجاح في يعني مسائر عملك. وجنابكم وكل المشاهديكم الكرام بخير والف خير وعافيه. نعم، اريد من عندك كلمه اليوم تحب توجهها لابناء الدفاع المدني بمناسبه الذكرى 99 لمناسبه عيد الشرطه. السلام عليكم ابنائي واخوتي بالدفاع المدني، اقول لهم انا فخور بكم، أرى رضا الناس عن أدائكم، أرى مقبولية لديكم عند الجميع، وهذا دليل على صحة النهج اللي تقومون به وعلى عظم الواجبات التي تقوم بها شأنكم شأن إخوانكم في بقية تشكيل الداخلية. أقول لكم رغم ما قلة ما بين أيديكم إلا أنكم تحققون نجاحات والأخرى، وأسأل الله لكم ولعوائلكم ومريديكم ومحبيكم الخير والسلام، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن تكونوا دائما عند ثقة شعبكم وأهلكم بكم. سيادة اللواء، أريد نعرف اليوم
سر المحبة يعني لأبناء الدفاع المدني لحضرتك، وشون تعاملك وياهم وتعاونك، وشنو أبرز الإنجازات اللي قدمتوها خلال عام كامل؟ سيدتي الكريمة، احنا بالدفاع المدني عائلة واحدة. نعم. لا بيني وبين أبنائي وأخوتي أي حواجز، نلتقي في الحوادث ونلتقي في المحافر ونلتقي في كل مكان. أزل الحواجز وبقية المقامات والاحترامات محفوظة. نعم. الأمر اللي جعل من الدفاع المدني بأسره أسرة متكاملة متحابة متعاضدة، دائما متوحدين على الخير إن شاء الله. نعم. مثل ما تعرفين حضرتك، الدفاع المدني تحددت مهامه وتشحبت واجباته ووصل إلى أبعد بكثير مما مخطط إلى من واجبات بالوصف العام. يكفي أن أشير إلى أنه الدفاع المدني أخمد ما يقارب 30,000 حادث في عموم البلد. نعم. خلال عام 2020 تمكن بفضل الله سبحانه وتعالى ودعم السيد وزير الداخلية وقادة الوزارة وهمة رجال الدفاع المدني من تعفير وتعقيم ما تجاوز 311 مليون متر مربع. نعم. في عموم العراق، وبذلك سجلت وزارة الداخلية عبر الدفاع المدني بأنه الداعم الأكبر لوزارة الصحة في إيقاف تداعيات فيروس كورونا. كذلك عفرنا أكثر من 213,000 بيت من بيوتات أهلنا اللي تعرضوا للإصابة والشواغل المحيطة بهم. بلغ مجموع ما تم تعفيره أكثر من 100,000 موقع في عموم البلاد، والموقع يعني المدينة كاملة هي موقع على هذا الحساب. نشرنا الوعي الوقائي، التصقنا بقوة بالشارع العراقي، كنا أداة للتطمين وأداة للتحفيز على الالتزام بضوابط وشرائط السلامة والالتزام بالسلامة الصحية. تعددت مهامنا حتى أنه أنا أتحدث مع حضرتك الآن، لدينا جهد من وزارة الداخلية بضمن الدفاع المدني يسند الآن وفي هذه اللحظات بالذات جهد أمانة بغداد في توظيف قناة الجيش، جهد هندسي. تجدين الدفاع المدني في كل مكان. إحنا ما يحتاج المواطن يكون مبادر ويكون إيجابي جدا. هذا الموضوع ترك انطباع رائع لدى الناس عن أبنائهم الدفاع المدني، لذلك نلقى تعاطف كبير جدا من أهلنا وشعبنا في محلات الحوادث أو حتى في المناسبات العامة، وهذا أمر يشعرنا بالارتياح والسعادة الكبيرة. حضرتك. نعم. سيادة الوالد، نعرف أكو احتفالات اليوم تشهدها يعني مديرية الدفاع المدني؟ في بغداد كان احتفال مركزي، فرغنا الآن. نعم. من هذا الاحتفال، كان بحضور دولة السيد رئيس الوزراء وسيد وزير الداخلية وضيوف من مستوى رفيع من السادة الوزراء وفعاليات المجتمع والدولة بشكل عام. الآن فقط فرغنا من هذا الاستعراض والاحتفالية بالمناسبة. الدوائر القوى الداخلية في بغداد كان لها مساهمات في هذا الاحتفال، لذلك كان الاحتفال مركزي، إلا أنه دوائر الشرطة في المحافظات أقامت كل في محافظته احتفالا بالمناسبة مثل ما تعرفون حضراتكم. نعم. عفوا، شكرا جزيلا لك سيادة اللواء، وكل عام وأبطال الدفاع المدني بألف خير، نتمنى لكم المزيد من التقدم في مجال عملكم. شكرا للتضحيات اللي قدمتوها والرحمة والغفران لشهداء أبطال الدفاع المدني. تحياتنا لك سيادة شكرا اللواء. شكرا جزيلا لك. نعم، أرجع ويا ضيفي بالاستوديو عقيد هيثم الشمري. سيادة العقيد، يعني نريد نعرف اليوم أكو احتفالات شهدتها يعني مديرية البطاقة الموحدة الخاصة بمنطقتكم؟ والله يعني مثل ما تفضل السيد اللواء المحترم. نعم. كان الاحتفال المركزي في الأكاديمية وبحضور كافة تشكيلات وزارة الداخلية. لا. نعم. يوجد لدينا احتفال مركزي في فيما يخص البطاقة الوطنية. نعم. يعني بالنسبة للترقيات والعلاوات اللي حصلتوا عليها،
نعم السيد معالي وزير الداخلية المحترم أطلق نعم. كافة الترقيات والعلاوات من شهر الواحد لعام 2020 نعم. وتم تسليمه لكافة منتسبي وزارة الداخلية. نعم سيادة العقيد، أريد من عندك كلمة اليوم تحب توجهها لأبطال الشرطة فيما يخص اليوم ذكرى 99 لعيدهم. والله أبطال الشرطة العراقية يعني هم في الميدان ليلا من نهارا، نعم. يعني متواصلين مع المواطن 24 ساعة في كل محافلهم، نعم. لا يكاد المواطن يخلو دقيقة أو ساعة من الشرطة العراقية وكذلك الشرطة العراقية. نعم أكو تعاون اليوم ما بينكم وبين المواطن، تشوفون اليوم ممكن مواطنين يعني يجون يحتفلون وياكم، ممكن يقدموا لكم الهدايا بمناسبة عيدكم. والله إحنا من الأول يوم من البارحة واليوم نعم. نتلقى التهاني بالمسجات والتواصل الاجتماعي والاتصالات، والحمد لله اشكر، يعني هذا يحسسك بانه حب الشعب لك وحبك للشعب. نعم هذا يعني انت من الشعب، انت من الشعب والشعب من عندك. نعم هذا يعني هاي التهاني اللي توصلكم عبر المسجات او الاتصالات ممكن تكون حافز لعملكم وتقدمكم. طبعا اكيد، والله نشعر بالفخر ونشعر بالفرح من نشوف المواطن يحبنا ويحب عملنا. اكيد نعم. نريد نعرف اليوم ما السر وراء محبه المواطنين والعالم للقوات الامنيه ودوركم اليوم بالنصر ودوركم بالتضحيات وتوفير الأمن والأمان للعراقيين. والله تعرفون جنابكم مثل ما تفضل السيد العميد المحترم أنه تشكيلات وزارة الداخلية نعم. شاركت كل بالقضاء على الإرهاب من أجهزة الاستخبارات والشؤون الداخلية والشرطة الاتحادية والرد السريع وحفظ القانون، كل هذه صارت أجهزة تحارب الإرهاب في كل مكان. نعم تستذكرون بهاي المناسبة شهداءكم شلون تتواصلون ويا عوائلهم، شنو اللي تقدموه لهم بهذا اليوم؟ طبعا احنا لدينا توجيه من السيد معالي وزير الداخليه المحترم والسيد نعم. الوكيل الاقدم والسيد مدير عام الاحوال المدنيه والجزاءات والاقامه المحترم بانه فتح نوافذ خاصه لعوائل الشهداء وشهداء الحج الشعبي وشهداء القوات الامنيه، ويعاز لنا دائما بتسهيل كل امورهم. نعم يعني اكو تسهيلات خاصه لذوي الشهداء. نعم نعم في كل دار لدينا نافذه خاصه لذوي الشهداء. نعم سيادة العميد، نريد نعرف اليوم أبرز المعوقات اللي ترافق عملكم يعني كبطاقة موحدة، وشنو أبرز الإنجازات يعني خلال عام كامل من التطور والنجاح اللي رافقكم؟ والله الإنجازات على مستوى احنا لدينا خمسة أو ستة مديريات. نعم. مديرية البطاقة الوطنية اللي هي تصرف البطاقة الوطنية وصبر القيود وتصحيح الألقاب وتصحيح الأسماء وتغيير المسكن وتبديل التولدات والولادات البيانات الوفيات التسجيل العقاري التقاعد العامة، هاي كلها في عملنا. من ناحية الجوازات، صرف الجوازات لكافة المواطنين وجوازات حتى المواطنين اللي خارج العراق يصرفوا لهم عن طريق السفارات هناك. نعم. عندنا مكاتب المعلومات المركزية، صرف بطاقة السكن لكافة المواطنين على ضوء المكاتب المعلومات المركزية. لدينا شهادة الجنسية، صرف شهادة الجنسية للمواطنين اللي هم بحاجة إلى شهادة الجنسية العراقية، وكذلك عندنا الإقامة المواطنين والمسافرين خارج العراق والوافدين، يعني هاي كلها أمور ننفذها للمواطن، فكل المواطن مرتبط بينا بصورة مستمرة. نعم سيادة العقيد خليك ويانا، ارحب بضيفي عبر الهاتف اللواء الحقوقي كاظم اسماعيل القريطي مدير شرطة بغداد الرصافة. مرحبا بك سيادة اللواء. سيادة اللواء تسمعني؟ سيادة اللواء؟ ما اعرف اذا اكو مشكله بالصوت او اصلا مدى يسمعني، يا ريت يعني لو زميلنا المخرج يرجع يعمل لنا الاتصال. نعم ارجع ويا ضيفي العميد احمد كاظم امر قاطع مرور كراده الموجود ايضا ويانا اليوم بالاستوديو. نعم سياده العميد، نريد نعرف اليوم ابرز المعوقات اللي رافقت عملكم خلال عام كامل. شو ترى صار قليل بالصوت، تسمعيني؟ نعم اسمعك، كان واضح عندي الصوت. نعم نعم ست، احنا المعوقات قلت لك يعني انقطع اللقاء قبل شوي، عندنا كورونا طبعا، يعني موضوع كورونا هو موضوع عام هذا. نعم. فعاق العمل يعني اغلب عملنا ومنتسبينا ايضا، احنا نترين رجل المرور هو يعني بالشارع، ف
يعني الوسائل الحمايه مالته ضعيفه، فهم يعني هاي معوق كبير صار لنا بهذه السنه. ايضا عندنا يعني احنا بكب الشارع تنضي حق سن المرور، احنا اكثر شيء نطلبه من المواطن ان يتعاونوا يعني. نعم. يعني احنا من خلال يعني من خلال قناتكم نطلب من المواطنين التعاون تام، يعني التعاون تام مع رجل المرور، لان هو رجل المرور اصلا هو بخدمه المواطن. اكيد. يعني احنا مو جايين من الوقفه بالاشاره الحمراء او نريد يعني تنظيم حق السير المرور بالتقاطع، احنا ضده، احنا بالعكس هي امور تنظيميه، امور خدمه المواطن، احنا رابطين الليل والنهار من اجل خدمه المواطنين. نعم. المعوقات ايضا عندنا معوقات اعمال، الشوارع نفسها كثره المركبات يعني السبب الرئيسي للازدحام كله هو كثره المركبات في الشوارع العامه، يعني الشوارع قامت ما تستوعب هذا الكم الهائل من هاي المركبات اللي يوميا يسير بالعاصمه او بالمحافظات. نعم سياده العميد، خليكم انا ارجع ارحب بضيفي اللواء الحقوقي اسماعيل قريطي مدير شرطه بغداد الرصافه، مرحبا بك سياده اللواء. اهلا وسهلا. بدايه يعني كل عام وانتم بخير، نتمنى لكم الموفقيه والنجاح وان شاء الله أعلى المراتب. بارك الله فيك، نشكرك ونشكر قناتكم الموقرة. نعم. أريد من عندك كلمة بمناسبة الذكرى 99 لتأسيس عيد نعم. الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك لأخوتي متسجي الشرطة العراقية بمختلف صنوفها الذكرى 99 لتأسيس الشرطة العراقية، داعيا المولى عز وجل أن يرحم شهداء العراق عموما وشهداء الشرطة العراقية وأن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمنوا على الجرحى بالشفاء العاجل. نعم. وبنفس الوقت أغتنم الفرصة وهذه المناسبة لأجدد العهد للشعب العراقي أن نضحي بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وستبقى الشرطة العراقية الحصن الحصين والسيف البتار لكل من يحاول النيل من سيادة العراق أو العبث في أمنه. نعم. ومن هنا كذلك يعني نؤكد أن الشرطة العراقية هي الرديف للجيش العراقي الباطن، وكل عام والشرطة العراقية بألف خير ولمزيد من التقدم والازدهار. نعم. سيادة اللواء، أريد من عندك كلمة أخيرة بمناسبة هاي الذكرى الجميلة على قلوب كل العراقيين. نعم. يعني هذه المناسبة الحقيقة هي مناسبة العراقيين، وتعرفين أنه الشرطة العراقية هي في خدمة الشعب. نعم. ويعني عهدنا كشرطة عراقية أن نكون يعني أو نضحي بالغالي النفيس من أجل شعبنا ووطننا العراق. نعم. شكرا جزيلا لك سياده اللواء الحقوقي اسماعيل قريطي مدير شرطه بغداد الرصافه. نعم ارجع ويا ضيفي العميد احمد كاظم امر قاطع مرور الكراده، اريد نعرف سياده العميد يعني شنو ابرز انجازاتكم خلال عام كامل، يعني عرفنا المعوقات هسه اريد نعرف ابرز الانجازات خلال عام كامل. نعم نعم ست الانجازات احنا قلت لك. نعم. يعني قاده السيد مدير المرور العام تم تحويل المشروع الموازي الى مشروع وطني. نعم. وهذا ايضا تم رفع الحجز الالكتروني من 5 محافظات تكون معلن بهن، فاصبح يعني المواطن يعني هاي انجازات العام الماضي، وكذلك فتح دوائر تسجيل جديده ان شاء الله. نعم. سياده العميد اريد نعرف اليوم تستذكرون شهدائكم يعني من ابطال المرور، شلون تحتفلون بذكراهم؟ نعم احنا عندنا يعني قوام ان شاء الله توجيه من السيد وزير الداخليه، السيد الوكيل المحترم، السيد مدير المرور العام، عندنا قوام كامله بالشهداء. نعم. والجرحى مالتنا، ودائما كل مناسبه يتم تكريمهم. نعم. يتم تكريم عوائلهم يعني. التكريم من وين يكون؟ من مدير المرور؟ نعم نعم مديريه المرور، احنا عندنا مديريه المرور العامه هي يتم تكريمهم دائما ماديا ومعنويا. نعم. اريد نعرف اليوم فيما يخص يعني تعاون المواطن وياكم بالشارع، اليوم اكيد جهودكم مباركه، احنا نشوف انه كل الازمات بالحر وبالصيف انتم يعني كرجال المرور لكم دور كبير، فاريد نعرف اليوم اكو تعاون ما بينكم بين المواطن، شنو المشاكل اللي ممكن تواجهوها
من خلال يعني عدم تعاون المواطنين وياكم؟ شنو الرسالة اللي تحب اليوم توجهها أو تستغل وجودك يوم ويانا وتوجهها للمواطن؟ صحيح ست والله، هي أهم رسالة نوجهها للمواطن. المواطنين يعني هو طبعا احنا يعني التعاون موجود ان شاء الله، بس نعم. احنا نطلب من المواطن التعاون مع رجال المرور اللي موجودين يؤدون الخدمه من اجله، يعني يتعاونون وياكم. نعم يتعاونون، لانه احنا بسبب قله الوعي المروري. نعم. يعني هو المواطن يعتبر نفسه على حق، مثلا مثلا بالحوادث المروريه او بتنظيم حق سجل المرور او مثلا قله الصبر. نعم. في الوقوف بالاشارات يعني اذا ازدحامات او هذا، يعني يتدخل مثلا يتدخل بعملنا ليش انا مزدحام، يعني هو ما يعرف انه اكو مثلا حاله، اكو مهمه، اكو حادث، اكو منوات مواضيع مثلا يعني خارج اراده المرور، اعمال. نعم. يعني الاعمال تعيق عملنا بشكل مباشر، يعني اعمال هي اعمال خدميه بلديه. نعم. فاحنا نطلب من خلال قناتكم نعم التعاون المواطن معنا، لان احنا واقفين من خدمته. نعم. نعم. بس سيادة العمد يعني المواطن هم هذا الازدحام ممكن يعيقه، ممكن يأخره عن دوامه، متى ممكن يحصل على عقوبات أو مشاكل يعني. صحيح صحيح، احنا مطين حق للمواطن، واحنا والله يعني ما يعني نبخل بجهد ونتدخره للمواطن من أجل إيصاله إلى يعني إلى دوائرهم الصباحية وظهرا طريق العودة. احنا هذا واجبنا الأساسي وتنظيم حق سير المرور وخدمة المواطنين. نعم. احنا صحيح هم المواطنين يتذمر احنا، بس احنا ترى احنا يعني انا دائما من وقف انا اقول له احنا بخدمتك من اجل ايصالك بسرعة، وهو بامكان المواطن ايضا يتخذ يعني الطرق الثانية. نعم. يعني مو شرط له يخلي طريق واحد، عدة مثل طرق بديلة. نعم. نعم. خليكم يعني يا سيادة العميد نروح نشوف هاي التهاني اللي وصلتنا لبرنامج المعتمد، من بعدها نرجع نكمل وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بخالص التهنئة والتبريكات إلى السيد معالي وزير الداخلية والسادة قادة وزارة الداخلية وجميع الضباط والعاملين في مقر الوزارة وتوابعها. بهذه المناسبة نتقدم إلى الشعب العراقي بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الجيش الذهبي الذين قارعوا عصابات داعش، وكان لهم موقف حازم بهذه التضحيات، وقدموا الغالي والنفيس من أجل بقاء العراق شامخا عاليا. لذلك لا ننسى شهداء وزارة الداخلية بالرحمة والخلود والشفاء العاجل للجرحى والسلام لجميع العاملين فيها. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية خاصة من الأعماق إلى السيد معالي وزير الداخلية المحترم وإلى السادة الوكلاء المحترمون وإلى كافة أبناء الشعب العراقي عامة وإلى وزارة الداخلية خاصة بمناسبة عيد الشرطة الأغر. هذه الوزارة اللي ضحت وما زالت تضحي في سبيل استتباب الأمن في عراقنا الحبيب. أيضا من خلالكم نقدم التهنئة إلى قيادة الشرطة ديالة لبطولاتهم المتميزة دائما، وما زالوا مستمرين بمقارعة الإرهاب، وإن شاء الله الأمن والأمان إلى عراقنا الحبيب. شكرا جزيلا. بأزكى حيات التهنئة والتبريكات بمناسبة الذكرى 99 لتأسيس الشرطة العراقية البطلة. بهذه المناسبة نعاهد شعبنا العراقي العظيم والسيد القائد العام للقوات المسلحة بأن نكون الدرع الحصين لحماية أبناء شعبنا العراقي العظيم ومحاربة الجريمة وحماية الأمن الداخلي. الرحمة لشهدائنا الأبرار، وإن شاء الله الشفاء العاجل لجرحانا، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. شكرا للزميلة والأخت والصديقة أيضا ريام اللي أعدت لنا هاي التهاني الخاصة ببرنامج المعتمد من وزارة الداخلية. أرجع ويا ضيفي عقيد هيثم الشمري، نريد نعرف خططكم المستقبلية، خطط عملكم سيادة العقيد.
خطط ان شاء الله اكيد هي تصب في صالح المواطن. نعم. من ضمنها يعني ان شاء الله المديريه عازمه بالمستقبل على ان تجعل خطه انه يكون تفتح محطات داخل كل محافظه. نعم. انه المواطن اللي دار مثلا بطاقته الوطنيه مالته في غير محافظه ما يروح ذيك المحافظه بعد، في المكان اللي يسكن به يصرف بطاقه وطنيه. هاي احد الخطط ان شاء الله اللي مقبلين عليها. نعم. كذلك ان شاء الله بالايام القادمه ان شاء الله تفتح محطات لصرف البطاقه الوطنيه للجاليات العراقيه في خارج العراق اللي مسافرين خارج العراق. نعم. هاي ان شاء الله من اهم الامور اللي ندعو لها. نعم، ممكن نشهد فتح مكاتب ايضا في محافظات بغداد وبقيه المحافظات يعني على مدى الايام المقبله. ما عندنا زمن محدد، ولكن نعم. هذه الخطه ان شاء الله موجوده، والسيد مدير عام الاحوال المدنيه والجوازات والاقامه المحترم عازم على انجاز هذا الشيء لانه هو يصب في خدمه المواطن. نعم. تعرفون جنابكم كل السجلات الان اصبحت مؤرشفه في الحاسبه، فبامكان المواطن ان شاء الله بالمستقبل، ان شاء الله في المستقبل بامكان المواطن ان يراجع، المواطن يراجع على اقرب دائره او احوال مدنيه منطقه ساكن بها ويصرف بطاقه وطنيه له. نعم، اليوم شلون ممكن توعون المواطن مجال عملكم؟ والله حقيقه احنا المواطن يعني هو سندنا، يجب ان يتعاون ويانا، يعني نتمنى من المواطنين. نعم. وندعوهم للتعاون المستمر بيناتنا، لان اذا ما يتعاونوا ويانا احنا راح شوي نلقى اشكالات وتعب. نعم، يعني نريد نعرف الرساله اليوم اللي تحب توجهها للمواطنين. والله يا مواطنين الكرام، احنا في خدمتكم ليلا مع نهار. نعم. الى اخر نفس احنا بخدمتكم، يعني احنا ان شاء الله ما نبخل باي جهد لخدمتكم. اكيد يعني جهودكم مباركه. ارجع ويا ضيفي سياده العميد احمد كاظم، اريد من عندك كلمه اخيره بهذه المناسبه العزيزه على قلوب كل العراقيين. بس ست شويه الصوت راح، بس السؤال. نعم. اريد من عندك كلمه اخيره بمناسبه اليوم، هاي الذكرى عزيزة على قلوب كل العراقيين. نعم ست عذرا، احنا بهاي المناسبة تهنئة خاصة الى جميع رجال الشرطة العراقية بكافة صنوف وزارة الداخلية، وعلى رأسهم السيد رئيس وزير الداخلية المحترم، السادة الوكلاء، السادة المدراء العامين، مدراءنا. الرحمة الى شهدائنا الابرار بهاي المناسبة نتذكرها، وان شاء الله احنا دائما في خدمة المواطنين بهاي المناسبة، ونطمن المواطن احنا ماكو جهد نبخل عليهم او يعني ندخر عليهم، واحنا دائما كله بخدمتهم. تفضل. نعم، شكرا جزيلا لك سياده العميد احمد كاظم امر قاطع مرور الكراده، شكرا جزيلا لانضمامك اليوم ويانا في برنامج المعتمد. نتمنى لكم الموفقيه والنجاح في مجال عملكم، وكل عام وانتم بالف خير. شكرا جزيلا. نعم، ارجع ويا ضيفي عقيد هيثم، اريد من عندك كلمه اخيره بمناسبه يعني هاي الذكرى الجميله. كلمة أوجهها إلى كافة منتسبي ضباط منتسبي وزارة الداخلية، نقول لهم ألف ألف مبروك لكم عيدكم 99، وإلى شعبنا العراقي نقول لكم نحن في خدمتكم لآخر نفس. نعم، شكرا جزيلا لك، وكل عام وانت بألف خير، نتمنى لك الموفقية والنجاح في مجال عملكم. شكرا لكم، حياكم الله. نعم، شكرا جزيلا لعقيد هيثم الشمري مدير البطاقة الموحدة لمدينة الصدر. شكرا لشرطتنا العراقية، شكرا للعيون الساهرة اللي تحرص دائما أن توفر لنا الأمن والأمان، واللي تبقى سهرانة من أجل حفظ الأمن واستتباب العاصمة بغداد وبقية المحافظات. يعني نتمنى احنا نتخلص من السلاح المنفلت، نتمنى أنه يستمر هاي نعمة الأمان في عموم العراق. نتمنى لكم الصحة والعافية، بارك الله بجهودكم، شكرا للنصر اللي حققتوه، شكرا لتعاونكم اليوم ويا المواطنين، شكرا اليوم ايضا لوزارة الداخلية لجهودهم كبيرة اليوم هي ايضا بتوفير الامن والحرص على سلامة المواطنين وتعاملهم وتعاونهم ايضا وياهم. اكيد احنا نفتخر بكم، اكيد انتم ابطالنا وعيوننا الساهرة اللي احنا لولاكم
يمكن حتى ليلنا ما نقدر ننام. شكرا لمحبتكم لنا، شكرا يعني كل شيء تقدموه اليوم للعراق والعراقيين. نتمنى لكم سنه سعيده وان شاء الله الموفقيه والنجاح، ومبارك ايضا الترقيات اليوم اللي حصل عليها الجميع. شكرا جزيلا ايضا لدحركم للارهاب وايضا مساندتكم لجيشنا العراقي الباسل وكافه قواتنا الامنيه. شكرا لرجال المرور، شكرا لشرطتنا العراقيه، نجدتنا العراقيه، قواتنا الامنيه اليوم بكافه صنوفها. مشكورين باسمي وباسم كادر برنامج المعتمد وكافه كادر قناه دبليو، اهنيكم تهنئه خاصه بمناسبه يعني هاي الذكرى الجميله والعزيزه على قلوب كل العراقيين. تحياتي لكم، مع السلامه.